المزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا من العاصمة الفرنسية باريس الكاتب والمحلل السياسي يوسف الهلالي. سيد يوسف، أهلا بك معنا في هذه النشرة. يعني كيف يبدو الشارع الفرنسي بعد هجوم أمس؟ طبعا فهذه العملية الإرهابية التي تعرضت لها فرنسا البارحة كان لها تأثير، خاصة أن نعرف أن فرنسا تعيش على وقع الحملة الانتخابية، والنقاش كان على أشد حول قضايا الإرهاب وقضايا الأمن في فرنسا، وبالتالي فإن كان الفرنسيون ينتظرون بمناسبة هذه الانتخابات أن تكون هناك عمليات، خاصة أنه كانت تحذيرات من السلطات الفرنسية حول ذلك للمرشحين، وأيضا تم منذ 3 أيام اعتقال شخصين كان يستعدان للقيام بعملية ضد المرشحين، حيث وجدت حوزتهما صور لمرشحين في الحملة الانتخابية الفرنسية. نعم، طيب سيد يوسف، أنتم في باريس، يعني كيف يكون التعامل مع المهاجرين بعد كل تنفيذ إرهابي يحدث في الداخل الباريسي أو في الداخل الفرنسي؟ طبعا فرأينا من خلال المناظرة التلفزية التي كانت البارحة والتي كانت أثناء وقوع هذه العملية الإرهابية والتي تم إخبار المرشحين بها، تم الحديث عن مثلا مرشحة اليمين المتطرف يمين ماري لوبين قالت أنها سوف تسحب الجنسية وسوف تطرد أي أجنبي له علاقة بالجماعات الجهادية أو الإرهابية بفرنسا. نفس الموقف عبر عنه كذلك فرانسوا فيون مرشح اليمين والوسط بفرنسا، وبالتالي فهذه العمليات زادت من حدة الخطاب الأمني لدى بعض المرشحين، خاصة مرشحي اليمين واليمين المتطرف، من أجل مواجهة هذا الإرهاب، كما أنهم وعدوا بالتشدد وبوضع قوانين أكثر تشددا، خاصة منها سحب الجنسية من الأجانب الذين يتورطون في هذا النوع من العمليات. نعم، كيف سيكون الوضع إنفازة ماري لوبان في هذه الانتخابات بعد التصريحات الأخيرة ضد المهاجرين وكذلك الجالية العربية برمتها؟ طبعا فماري لوبين والجبهه الوطنيه الفرنسيه لا تخفي عداءها للاجانب والاسلام بصفه عامه، وهي تكرر ذلك في جميع الخطابات، وبالتالي في حاله نجاحها فممكن ان هذه الجاليه العربيه تتعرض الى التضييق والى التعامل الصارم في تطبيق القوانين وفي 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 الحد من الهجره بصفه عامه. فنعرف ان ماري لوبين تعتبر ان الهجره هي سبب كل مشاكل فرنسا، وهي نظره ولها نظره سلبيه عن الهجره، فاذا كان باقي المرشحين خاصه من اليسار والوسط يعتبرون ان الهجره هي مفيده لفرنسا وتساهم في اغناء فرنسا وفي قوية اقتصادها، فإن ماري لوبين تعتبر أن ذلك ليس صحيحا، وأن كل مشاكل فرنسا الاقتصادية أو مشاكل ارتفاع البطالة كلها تعود إلى الهجرة. نعم، طيب فرنسا لها من الاتحاد الأوروبي لديها نصيب الأكبر في هذه الهجمات الإرهابية المتكررة، هل تتوقع أن تتحرك فرنسا بإجراءات منفصلة عن الاتحاد الأوروبي في مواجهة الإرهاب بعض القرارات مثلا؟ من المؤكد فرنسا نعرف أنها ما زالت تعيش على حالة طوارئ وتعزز من في الجانب الأمني بقوة. بعض المرشحين خاصة ممثلة اليمين المتطرف قالت أنها سوف تفتح الباب أمام عدد أكبر من الشرطة في حالة نجاحها، وأنها ستضع الجمارك على الحدود الوطنية لفرنسا، وبالتالي فهي سوف تتخذ قرارات وإجراءات منفصلة عن باقي بلدان الاتحاد الأوروبي وضد ما يعرف بشنغن، يعني هذا الفضاء الأوروبي الذي ينتقل وسطه المواطنون بدون تأشيرة أو بدون حدود وجمارك. إذن شكرا جزيلا لك السيد يوسف الهلالي المحلل السياسي، كنت معنا من العاصمة الفرنسية باريس تعقيبا على حادث الإرهابية بالأمس.